طاجن سفود بالوايت صوص، سمك فيليه، ملح وفلفل، جمبري مقشر، كاليماري، كابوريا، زبده ودقيق، لبن، جبنه بارميزان مبشوره، بصل وتوم وكمون. بنشيل الكمون لان ما بحبوش الكمون فيه شويه، وبهارات سمك، وعندي كرات، عندي حاجات حلوه ان شاء الله. بقطع دول مكعبات صغيره كده، واحنا شغالين زيت زيتون الحق بالبصل على طول زي ما اتفقنا اهو، وده التوم، وادي الكرات. كده يا باشا اهو، يا صلاة النبي. قوم بقى ايه يا عم ابراهيم، حبة كريمة لباني اهم، اللي انت عايزه، حبة جبنة بارميزان اهم